السلام عليكم ورحمة الله. طبعا احنا قررنا طبعا نعمل هذه الفيديوهات عشان نساعد في فهم الأساسيات الخاصة بموضوع الذكاء الصناعي. طبعا في هذه الأساسيات، بالذات الجزء الأول من الأساسيات، بغض النظر عندك فكرة مسبقة عن الذكاء الصناعي، ما عندك متخصص تكنولوجيا معلومات، متخصص في مجال ثاني، يعني ما في مشكلة. إنه هذه المفاهيم هي عبارة عن مفاهيم عامة بغض النظر عن تخصصك، تقدر تتعامل معها. في البداية طبعا أول سؤال هو ما المقصود بالذكاء الصناعي؟ ببساطة بعيدا عن الجوانب الأكاديمية، الذكاء الصناعي هي قدرة الكمبيوتر على محاكاة الأعمال اللي يقوم بها الإنسان. قدرة الكمبيوتر على محاكاة الأعمال التي يقوم بها الإنسان، يعني مثلا إنسان بيشوف، يسمع، تحرك، مثلا يفكر، يحلل. فقدرة الكمبيوتر انه يقوم بهذه المهام، قدرة الآلة بشكل عام انها تقوم بهذه المهام، هذا بشكل عام هيك تعريف بسيط نسميه احنا ذكاء صناعي. طبعا في موضوع الـ Artificial Intelligence او الذكاء الصناعي، اول سؤال دائما بينسأل انه ايش لغات البرمجة اللي انا لازم اتعلمها عشان افهم موضوع الذكاء الصناعي. وهذا الشيء إلى حد معين خطأ، لأنه هي ما في مقارنة بشكل مباشر ما بين البرمجة والذكاء الصناعي. يعني الذكاء الصناعي ليست برمجة، البرمجة واحدة من الأدوات اللي تستخدم في الذكاء الصناعي، ولكن كلمة ذكاء صناعي لا يساوي كلمة برمجة. عشان كذا إحنا لما أحيانا نعلم الناس لغة زي بايثون، لأنه واحدة من الأدوات القوية جدا في الذكاء الصناعي، ولكن هذا مش معناه أبدا إنه الذكاء الصناعي يساوي كلمة برمجة أبدا. شيء ثاني كمان، هل الذكاء الصناعي هذا مجال ولا مجالات؟ طبعا الذكاء الصناعي هذا مجموعة من المجالات. في عندنا مجموعة من المجالات في الذكاء الصناعي: روبوتكس، إيميج بروسيسنج، ماشين ليرنينج أند ديب ليرنينج وغيرها. ففي مجالات أصلا، يعني الذكاء الصناعي هو البيج أمبريلا اللي تحت هذه الأمبريلا في مجموعة من التخصصات، مو تخصص واحد فقط. سؤال ثالث دائما بينسأل كمان في موضوع الذكاء الصناعي، ما الفرق بين الذكاء الصناعي وديت ساينس أو علوم البيانات؟ يعني بعض الطلبة في الماجستير مثلا يقول إنه أنا والله رحت على جامعة وكنت حاب أخلص ماستر، ولقيت إنه في تخصصين، في ذكاء صناعي، ماجستير ذكاء صناعي، وفي ماجستير علوم بيانات. هما نفس الشيء ولا في اختلاف بينهم ولا؟ طبعا علوم البيانات هو علم بيعتمد هذا العلم على دراسة البيانات، تحليل البيانات، ومحاولة إعطاء توقعات أو اللي بنسميه احنا prediction، نتائج مستقبلية لهذه البيانات. عشان كذا في كلمتين وإن بدوا متقاربين لكن هما مختلفين طبعا في علوم البيانات، واللي هي كلمة analysis و analytics بالوعي. الـ analysis إنه نحن بنحاول ندرس بيانات سابقة، وعلى أساسها بنعطي نتائج إيش اللي حصل في السابق. يعني ندرس بيانات بنك لمدة 5 سنوات، بعدين نطلع بنتيجة في خلال ال5 سنوات إيش حصل في هذا البنك، خسر، ربح، عدد العملاء، كم نسبة القروض إلى آخره. الاناليتكس موضوع مختلف. الاناليتكس انت من دراستك للبيانات السابقه تحاول تتوقع شيء ممكن يحصل في المستقبل. ممكن في هذا البنك يخسر، يربح، متوقع انه يزيد عدد العملاء او يخسر بعض العملاء. هذا اناليتكس. فجماعه علوم البيانات بيهتموا بدراسه البيانات واعطاء نتائج معينه، وبالذات موضوع توقع النتائج او البريدكشن. لكن بالتطبيق الفعلي ومع ضخامة البيانات اللي موجودة الآن، بالذات طبعا موقع مثل فيسبوك مثلا، مع كمية البيانات الضخمة صارت الأدوات التقليدية في تحليل البيانات صعب جدا لجماعة علوم البيانات. فاللي صار كالتالي، إنه جماعة علوم البيانات احتاجوا بعض التقنيات من الذكاء الصناعي. عشان كذا لو تكتبوا كلمة ذكاء صناعي مقابل علوم البيانات على جوجل بيعطيكم بعض الرسومات البيانية أو الدوائر، من بينها واحدة من الرسومات الجيدة بيعطيك دائرة للذكاء الصناعي ودائرة لعلوم البيانات، ومتقاطعين
في منطقة معينة تسمى ماشين ليرنينج أو تعلم الآلة. وفي تعلم الآلة هذا هو الجانب اللي يحتاجه في الغالب جماعة علوم البيانات من الذكاء الصناعي، لأن الذكاء الصناعي لا يساوي ماشين ليرنينج، وعلوم البيانات لا تساوي ذكاء صناعي، فبالتالي في تقاطع معين بينهم في بالذات في هذه الجزئية، في جزئية الماشين ليرنينج، لأنهم بيهتموا بدراسة البيانات، فصار الطرق القديمة غير مناسبة لدراسة البيانات وإعطاء نتائج، فصاروا بيستخدموا بعض أدوات الذكاء الصناعي مثل الماشين ليرنينج. ببساطة لو حاب أقارن تعلم الآلة أو الماشين ليرنينج بالبرمجة التقليدية، في البرمجة التقليدية نحن بنأمر الكمبيوتر اجمع نفذ هذه العملية 10 مرات ابحث. في تعلم الآلة الموضوع مختلف، احنا بنعلم الكمبيوتر انه هو ينفذ، ما بنأمره ينفذ، لا لا، احنا بنعلمه كيف ينفذ عشان في المستقبل لو واجه مشاكل معينة يقدر يتصرف. احنا ما بنعلمه مثلا لا اجمع بالطريقة اضرب، احنا بندربه، هو بيتدرب بطريقة معينة. إن شاء الله احنا في فيديوهات قادمة بنتكلم في مواضيع أخرى في هذا المجال، لكن حبينا بس اليوم نفتح الباب لبعض التساؤلات عشان نقدر نستمر في هذه السلسلة إن شاء الله. نشوفكم إن شاء الله المرة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.